ده بقى مكان محدش يعرفه، اسمه عليا. تاخد بقى المترو من ازمير، تنزل اخر محطه اسمها عليا. عايز اقول لك جنه محدش سمع عنها قبل كده، منتجعات اوتيلات فاضيه فش مخلوقه، عامله زي مارمرس كده. بس بص الدنيا هنا عامله ازاي. اللي جنني بقى نقاء المية، نقاء المية هنا مش طبيعي. بص المنظر، بسين بقى بسين. نقاء المية يجنن، يخليك عايز تنط. وفي كوبري كده تعدي بيه ايه الناحية التانية اهو. الفنار بتاعهم بتاع عليا. منظر جميل جدا. اكتشفته ازاي؟ بكل بساطة خدت المترو لغاية الاخر اشوف فيه ايه في اخر البلد. بصيت لقيت المدينة الجميلة الساحلية اللي على البحر دي اسمها عليا، ما فيهاش مخلوق يا جدعان، ما فيهاش بني ادم. بصوا تاريخ بيوم صباح تأجير شقة من الشقق اللي هناك دي كده، حاجة كده ونبقى على البحر. صباح الصيد ليل نهار، تاخد السنارة حبة صبيت وتنزل حضرتك تقعد هنا على الصخرة دي كده، تمام، تمد رجلك في المية وتعنتخ بقى، تعنتخ، تطلع 20 كيلو سمك كل يوم. بص المنظر، الكوبري ده عشان تعدي الناحية التانية، عشان هنا في انترنس كده لل في مدخل للمراكب دي، ودي مارينا صغيره قوي راكنين فيها كلها. مفيش بقى اليخوت الكبيره والحاجات بتاعه المليونيرات والكلام ده. عليا عايز بس اشوف اي نوع، اي مركب مكتوب عليها الاسم علشان خاطر ايه. اهو بص المنظر، والكوبري ده بيعدي من فوق كده. يخوت بقى، حاجات كلها مش يخوت، مراكب صيد، مراكب صيد، دي مراكب صيد. الناس بقى ايه، ياخد المركب من دول وتطلع تصطاد بيها. يعني نفسي اشوف بس اي مركب. دي اسامي المراكب طبعا. الفاتح 11، عايز علي بابا 3. شايف المنظر؟ فاضية، كل ده فاضي. انما اسم البلد انا عايز اجيبه لك، انا ممكن اكون منطقه غلط، فانا عايز اجيبه لك صح. اهو ده على فكرة، بس هنا ناقص اسمها بلدية عليا. A-L-I-A-G-A بجي عليها شدة كده، عليا بلدية عليا، عليا فتحية وعليا، حلو بتاع في النص ده. بص كلها مراكب متواضعة جدا، صباح الإيجار الرخيص، تاخدها وتطلع إيه تصطاد. هي ما كانتش اصلا مراكب صيادين، يعني صباح السمك الفريش كمان هنا. اكيد الحته دي في الصيف بالضرب، دي بينها وبين ازمير ساعه وخمس دقايق بالقطر او بالمترو بتاع ازمير. ما ركبناش غير مواصله واحده من محطه ازمير المركزيه لغايه هنا اخر محطه اسمها عليا او عليجا، بس هما كانوا بيقولوها عليا في ال كانوا بيقولوها عليا في القطر. ومفيش بقى هنا هوا خالص، لو تحس هوا في التليفون مفيش هوا، الهوا واقف خالص، والدنيا جميله ورايقه والميه نظيفه وشكلها يجنن.
وملاعب بقى أطفال وأهو كل الشقق دي. بص اللي قافلك كل ده اللي قافل ده صباح الإيجارات اللي مش متواضعة. هتلاقي لي هنا ب$10 الشقة كلها، هنا هتلاقي الليلة ب$10 الشقة كلها، شقة مفروشة بكل اللي فيها بالواي فاي بالدنيا كلها ب$10. فاكرين يلوى زي يلوى كده ومرمرس والحتت دي؟ ده اكتشاف عليا، دي اكتشاف. بفكر حرفيا اجي اقعد هنا، تقدر تركب اللي تطلع على الكوبري ده وتعدي الناحية اللي انا كنت فيها جيت منها. وادي اب وابنه بيلعبوا بالعجل هناك اهو. صباح الروقان، روقان روقان روقان. بس حبيت اوريكم دي لانها حاجة جميلة جدا، اول مرة اكتشفها واسمع عنها بالصدفة. اخر محطة في مترو ازمير، اخر محطة عليا. يلا بينا.